بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس والصديق العزيز مون جاي ان رئيس جمهورية كوريا الصديقة انه لمن دواعي سروري ان ارحب بكم اليوم في القاهرة. ضيفا عزيزا على مصر وشعبها. متمنيا لكم اقامة طيبة ونتائج مثمرة خلال هذه الزيارة. والتي تاتي في اطار حرصنا المتبادل على التشاور وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وكذا العمل على تعزيز علاقات التعاون بين مصر وكوريا وبما يحقق المصالح المشتركه ويسهم في تحقيق التنميه والرفاهيه لشعوبنا اضافه الى متابعه نتائج الزياره التي قمت بها الى العاصمه الكوريه سول عام 2016. اود بدايه الاعراب عن تقديرنا للزخم الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين. واعتزازنا بعمق العلاقات المصريه الكوريه والتي شهدت تطورا ملحوظا خلال الاعوام الماضيه والتاكيد على اهميه العمل على تفعيل الشراكه التعاونيه الشامله بين البلدين بما يتناسب مع امكانيات وقدرات الدولتين ويصب في مصلحه شعبيهما لقد توافقت رؤانا خلال المباحثات على اهميه مواصله اليه التشاور السياسي بين البلدين واللجنه الوزاريه المشتركه للتعاون السياسي والاقتصادي والفني برئاسه وزيري الخارجيه وليت الحوار بين وزارتي الماليه واللجنه التجاريه المشتركه وذلك لاهميتها جميعا في دفع وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات كما اعربت عن تطلعنا الى جذب الشركات والاستثمارات الكوريه لمصر مع استعدادنا لتقديم كافه التسهيلات اللازمه لخلق بيئه استثماريه حاضنه للاستثمارات الكوريه. وتشجيع زياده الاستثمارات الكوريه في المشروعات التنمويه الكبرى ومشروعات البنيه الاساسيه. وكذا المشروعات في مجالات الطاقه والتعدين والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وهو ما ياتي اتصالا بعمليه الاصلاح الاقتصادي التي قامت بها مصر وما تم تحقيقه من انجازات في هذا الاطار والمؤشرات الايجابيه للمستقبل الاقتصادي لمصر وقد اتفقنا كذلك على اهميه تعزيز التعاون المشترك لدعم الرؤيه المصريه الهادفه الى دخول عصر الثوره الصناعيه الرابعه وكذا تكثيف التنسيق في هذا السياق سواء من خلال انشاء فرع للجامعه الكوريه للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة أو التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة. خاصة مع قرب موعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وتطلع مصر إلى إحداث طفرة تنموية ضخمة في الأجل القريب على غرار التجربة الكورية الناجحة. السيدات والسادة، لقد استعرضت مباحثاتنا كذلك فرص الشراكة التي يمكن أن تتم بين الشركات المصرية العاملة في أفريقيا والشركات الكورية والترويج للاستثمار في أفريقيا بصفة خاصة في مجال البنية التحتية. مع إبراز الفرص الهائلة التي يوفرها بدء العمل بمنطقة التجارة الحرة القارية. من زيادة كبيرة في التدفقات الاستثمارية والتجارية بين الدول الأفريقية والمجتمع الدولي كما يتبنى وجهات النظر حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وقد توافقنا على تنسيق, مواف... تنسيق مواقف البلدين في مختلف المحافل الدولية وقد جاء اجتماعنا اليوم تتويجا لجهودنا المشتركة على مدار الفترة الماضية لدفع التعاون الثنائي بين البلدين ولوضع إطار استراتيجي متكامل وتصور مشترك لمختلف اوجه ومجالات التعاون وسبل دفعها في الفتره المقبله بما يؤكد ارادتنا السياسيه المشتركه في هذا الشان وبما يمهد لمرحله جديده من الشراكه التي تربط بين البلدين فخامه الرئيس اسمحوا لي ختاما ان ارحب بكم مجددا في القاهره معربا عن تطلعي لان تشهد الفتره القادمه مزيدا من التعاون والتنسيق بين مصر وكوريا. بما يحقق الرخاء والازدهار لشعبينا الصديقين. ويولد مزيدا من قوه الدفع للشراكه التعاونيه الشامله وللصداقه الممتده التي تجمع بين شعبينا وبلدينا. شكرا. تفضل فخامه الرئيس.